زين هسه انتم شو تريدون عمي حبيبي؟ انتم وقفتونا بالطريق وقلت يابا اريد نحكي ونسولف. احنا ناس عرب مو عايشين على الحلال وعلى الزراعه بالدرجه الاولى. قال البيوت مي ما عندنا. زين مي ما عندنا. عندنا مي لكن صار لك خمس سنوات ما جاري مي. زين مي ساله ما عندنا ما شرب، ما شرب مي بيار احنا. كهرباء ما عندنا، والمدرسه مالتنا فلش اشوف كياس المدرسه. اولادكم وين تودهم بالمدرسه؟ بهاي المدرسه جاي لهم بها. انت وين كنت قاعد حجي قبل تجي جاي؟ انا قاعد انا بالاسواق. لا لا ما غادرتها بعد؟ غادرتها. ايش قد غادرتها؟ ثلاث شهور رجعت، كل شهر ونص ثلاث شهور رجعت عليها. ورجعت عليها؟ انا يعني عندي ست اخوت شهداء. ست اخوانك شهداء؟ اي وابني عمره 12 سنه. انا يعني عندي ست اخوت شهداء. ست اخوانك شهداء؟ اي وابني عمره 12 سنه. يعني سبعه؟ اي سبعه من عائلتك شهداء. اي وهاي الحادثه؟ اي اللي هي هاي يوم 25 25/5/2007 25/5/2007 فقدت اخواتك اخوانك ستتهم وابنك ما عاد ولاد عمي وهذه والقريه كلها هاي كلها بيوت هذه شوفها يا شاهد على اجرام القاعده وتفكيرهم الاجرامي نقص اي والله لا لا عسى الله عليهم شنو عمي هذا بزمن الجاهليه ماكو هيجي ماكو هيجي هم جاهليه هم شنو افكارهم افكار جاهليه يعني جاي مي ماكو مي ما عندنا زين هاي الحرق قديم ولا هذا قديم جديد هذا؟ كله قديم هذا؟ اي كله قديم كانت قريه هذه كلش حلوه ساعتين هاي كلش كانت مساكن كهرباء من شد شو شدوا لكم اياها؟ من زمان كهرباء هاي ساعتين قديمه؟ لا يعني كلها سد معمول للزراعه